الأحمر والهلال الأحمر الذي يصادف من كل 8 مايو من كل سنة. اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر هو احتفال سنوي بمبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. يحتفل العالم في 8 مايو من كل عام بيوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وهو تاريخ ميلاد هنري دونالد الذي ولد في 8 مايو 1828، فهو مؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحصل على جائزة نوبل للسلام الأولى. جاءت فكرة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر بعد الحرب العالمية الأولى، عندما تمت مناقشة حدث سنوي يمكن الاحتفال به حول العالم، ومن شأنه أن يكون مساهمة كبيرة في تحقيق السلام في مؤتمر الدولة 14 للصليب الأحمر. تم اختيار يوم 8 مايو في نهاية المطاف لأنه يوافق الذكرى السنوية لميلاد مؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر هنري دونالد. تم الاحتفال باليوم العالمي للصليب الأحمر كما كان يعرف سابقا لأول مرة في 8 مايو 1948. تغير الاسم الرسمي لهذا اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في عام 1984. اليوم يمثل هذا اليوم فرصة لاحتفال سنوي بشبكة متطوعة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتأكيد على التزامنا الراسخ بالإنسانية والتفكير مليا في مبادئنا الأساسية. نحن أعضاء وأطر مستوى الهلال الأحمر المغربي بإقليم الوسط نحتفل اليوم كباقي خرار العالم باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يصادف في 8 مايو كل سنة. نشكر أعضاء مكتب الهلال الأحمر المغربي بإقليم الوسط وأطره ومستوعه وكل من ساهم في هذا الحفل. أتمنى لكم النجاح والتوفيق في مساركم المهني، ودمتم في الخدمة الإنسانية والتطوعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنا مجموعين كنحتفلوا باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، كذلك الأسبوع الوطني للهلال الأحمر المغربي، وكذلك مناسبة كنوزع فيها الشواهد والبطائق على المتدربين. كذلك اليوم شفنا واحد الندوة على نشأة الهلال الأحمر والصليب الأحمر، وتعرفنا على السيرة الذاتية لهنري دونالد، كذلك شفنا بعض التقنيات اللي جديدة. كذلك اليوم شفنا الشعار ديال السنة هذه اللي هو كل ما نفعله فهو ينبع من القلب. هذا الشعار هذا كنتوجه رسالة من هذا المنبر هذا لجميع المتطوعين أنهم يكونوا يشاركوا في عدة أنشطة اللي كتقوم بها العمالة النواصر وكذلك يقوم بها الهلال الأحمر المغربي بصفة عامة. بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، نظم الهلال الأحمر المغربي بإقليم النواصر حفل. من خلال هذا الحفل تم توزيع الشواهد والبطاقات للمسعفين، وتم التعرف على كيفية نشأة الهلال الأحمر والصليب الأحمر. هذه المناسبة ندعو الشباب بالتحاق المراكز الهلال الأحمر لتكوين في الإسعافات الأولية. السلام عليكم، أنا متدربة بالهلال الأحمر التابع لإقليم النواصر. بهذه المناسبة ديال 8 ماي اللي كنحتفلوا به بالصليب الأحمر والهلال الأحمر، تم خديت الشهادة ديالي كمتطوعة بالهلال الأحمر اللي استفدت فيه بزاف ديال الحوايج اللي غتنفعني في حياتي العادية. ومن هذا التكوين استفدت بزاف ديال الحوايج اللي غتنفعني في حياتي العادية وغتنفعني في العملية التطوعية إن شاء الله. تعلمنا نحبسوا النزيف، نديروا الانعاش القلبي الرئوي، نديروا الاخطار، طريقه الاخطار باش تعلم الوقايات المدنيه خاصك تعلمها حتى هي تقنيه، وبزاف ديال الحوايج اللي ما يتاحش لي الوقت بزاف باش نقولها لكم. وكنشكر هذا المركز ديال تكوين الاطر اللي ديال اقليم النواصر في هذا التطوع، وشكرا بزاف. وكنحث كاع الشباب انهم يلتحقوا بالمراكز التطوع وبالاخص هنا الا كانوا في اقليم النواصر. وشكرا للمؤطرين ديالنا، وشكرا للاداره اللي دارت لنا فرصه اننا نكونوا معاهم في هذا الاحتفال، وشكرا بزاف.